العين الركن اليماني والحجر الأسود يسرع قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Entre le poing yéménite et la pierre noire, il est légiféré de dire ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يزاد عليها. Et on ne rajoute rien à cela. لأن هذه آية من القرآن. Car ceci est un verset du Coran.